راتب الضمان الاجتماعي ما له وما عليه، بقلم ناصر العموري. وسط خضم الأحداث المتلاحقة التي تشهدها الساحة المحلية حاليا من قضايا عدة تطل وبشكل خجول مسألة راتب الضمان الاجتماعي الممنوح للمواطنين وفق اشتراطات تحددها وزارة التنمية الاجتماعية لمن تنطبق عليهم الشروط، وطفت على السطح مؤخرا العديد من الشكاوى حول راتب الضمان الاجتماعي، وكثر الحديث حول ما له وما عليه، ومنها ما استمعت إليه بشكل شخصي عبر أثير إحدى الإذاعات المحلية عبر البرامج الحوارية المباشرة، ومنها ما ورد للبريد الإلكتروني لعمود نبض قلم من قبل القراء الكرام. فهناك من تم قطع راتب الضمان عنه بحجة أن راتب ابنه البكر وصل للسقف المحدد لدى الجهة المانحة، وكأنهم نسوا أو تناسوا أن الابن عائلة مستقلة من زوجه وأولاد تتبعها مسؤوليات جسام وتبعات بحجم الجبال، لا سيما في هذا العصر الشحيح الترقيات القليل العلاوات. كما أن للأب نفسه زوجه وأبناء صغار ينتظرون راتب الضمان آخر الشهر، وكأنه الغيث المنهمر في أعينهم ومخيلتهم، وذاك ما هو إلا انعكاس ظله، فهو قليل ضئيل الحجم في هذا العصر المادي الذي لا يعترف إلا بسطوة المال. فلماذا الربط بين راتب الابن وراتب الضمان المستحق للأب ولكل منهم مسؤولياته الخاصة؟ حكاية أخرى مؤلمة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تسجيل صوتي لامرأة تستغيث جراء واقع حالها المؤلم. شاء القدر أن يكون زوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك ابنها، ويتضح أن لديها من هموم الدنيا ما لديها من خلال ما أفصحت عنه، والأدهى أن راتب الضمان مقطوع عنهم منذ أكثر من سنة ونيف. كان أنين صوتها لمن سمع التسجيل الصوتي يعصر الفؤاد ألما ويزيد القلب كمدا وحرقا. وكيف عن ذاك الرجل الذي وضع الكبرياء جانبا وهو يشكي واقع الحال جراء قطع راتب الضمان عنه لمجرد أنه أراد أن يعمل عملا بسيطا ليعينه على مصاريف الحياة، وهو رب أسرة كبيرة لا يكاد يكفيها راتب الضمان؟ فلو كان راتب الضمان يكفيه ويسد احتياجاته لما اضطر للعمل من الأساس. وماذا إن صدق الخبر المنتشر حول قرار قطع راتب الضمان عن المطلقات والأرامل لمن تقل أعمارهن عن 40 سنة بحجة التشجيع للبحث عن عمل أو فتح مشاريع تجارية أو منزلية؟ فكرة لا بأس بها من حيث المبدأ، ولكن يا حبذا لو استمر راتب الضمان في النزول حتى يتم الحصول على وظيفة ثابتة أو الانتظار حتى يستقيم المشروع، فربما هناك أفئدة ترعاها المطلقات والأرامل تحتاج إلى إعانة وإطعام. تختلف القصص والحوادث، والمغزى واحد وهو الالتفات لمثل هذه الفئات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بغض النظر عن صحة ما ينشر أو يسمع أو يقرأ، فلا دخان بدون نار. نداء لوزارة التنمية الاجتماعية لمراجعة القوانين والقرارات المنظمة لرواتب الضمان الاجتماعي، فالظروف الاقتصادية والاجتماعية قد تغيرت، فينبغي هنا موائمة القرارات والقوانين الخاصة بنيل رواتب الضمان الاجتماعي مع الظروف الحالية وما يصحبها من متغيرات شتى. فالمصروفات في تصاعد، والغلاء أصبح ينهش الوقود والسلع والمنتجات، والعائد في المقابل قليل بل وشحيح لا يكاد يذكر. خارج النص، ما رأيكم في فكرة إنشاء الهيئة العامة للنزاهة والشفافية تتبع لمجلس الوزراء مباشرة، لا سيما في هذا الوقت المتغير الأحداث المتقلب الأهواء والكل يعلم أرى ظهورها أصبح واقعا ملحا؟ دمتم بود. كاتب المقال ناصر العموري، جريدة الشبيبة. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.